بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. ما زلنا في رمضان عام 1443، وسوف تكون المجلة والتي فيها هذه المواضيع وهذه الفيديوهات والمختارات والتي فيها مناهج سمارت، وهي قاموس ومجلة جاك، ستصدر إن شاء الله في منتصف ذي القعدة، سيبدأ التعليم الحديث للصف الرابع الابتدائي لتعلم التقنية الحديثة إن شاء الله في 5 ذي الحجة من نفس العام 1443. اليوم الجمعة، وكل جمعة إن شاء الله نسرد لكم قصة، وعنوان هذا الفيديو حفلة أم كلثوم كلفت 66,000 جنيه. طبعا هذه قصة حقيقية. كيف؟ طبعا حكالي هي، يعني سمعتها منه أنا صاحب التاكسي، كنا أنا وعديلي معايا سمعناها سوا قبل 20 سنة. في مصر ركبنا تاكسي، وفي الظهر هو حاطط شريط الكاسيت أغنية هجرتك. قلت له أنت تسمع أم كلثوم في الظهر والناس يسمعوها في الليل؟ قال أنا أسمعها في الظهر وفي الليل وفي كل وقت. ماشي. طب قلت له عندك أغنية غير هذه الأغنية؟ يعني سمعنا أغنية تانية كاسيت غيره؟ قال ما عندي إلا دي. ليه إن شاء الله؟ قال أنا ما أسمع إلا دي الأغنية. أنت تحب أم كلثوم ما تسمع إلا دي الأغنية؟ قال ما أسمع إلا دي الأغنية، هجرتك. ليه إن شاء الله؟ قال دي الأغنية كلفتني 11 جنيه طبعا في عام كم؟ في الستينات، وأخرت زواجي 2 سنين. في هذا العام كنت في مصر واشتريت القرش الفضة وخمسة قروش فضة، عندي منها 20، الواحد ب$15، يعني تقريبا 300 جنيه، يعني نقول تقريبا. فلما تضرب 300 جنيه في 11 او 11 جنيه تبى تحولها، طلعت 66,000 جنيه تكلفة حفلة أم كلثوم. ليه؟ لأنه كل جنيه فيه 5، في 20 أبو 5 قروش، فعندك 20 ضرب 11 تقريبا 220 ضرب $15، فكلفته فاصل ونواصل، كلفته $66,000، وأخرت زواجه 2 سنين، يعني زواجه كلفه $300,000، 300,000 جنيه، نفس التكلفة الآن، تكلفة الزواج لأي شاب 300,000 جنيه، فأخرته 2 سنين، يعني هو استطاع أنه في 2 سنين يعوض الـ 11 جنيه، يعني دخله في 2 سنين 66,000 جنيه مكسب بعد المصروفات، يعني تقريبا بيوفر 33,000 جنيه. كم يصرف؟ طبعا هنا الآن هل يستطيع سائق التاكسي يعمل هذا الكلام؟ ألقاكم في قصة أخرى.